مساء الخير، أحب أرحب بالسادة المشاهدين في برنامج طبيب على الهواء، وأحب أجاوب على بعض الأسئلة التي مطروحة قدامي فيما يختص بالأطفال والأطفال حديث الولادة. الحقيقة أول حاجة جات لي السؤال عن الصفرة في الأطفال حديث الولادة، وكان أحد المستمعين والمشاهدين كان قلقان جدا من حكاية الأطفال ونسبة زيادة حدوثها في الأطفال حديث الولادة. الأطفال حديث الولادة عرضة لحدوث الصفراء فيها، والصفرة في الأطفال حديث الولادة ازدادت النسبة في الآونة الأخيرة، حتى انها وصلت في الطفل الكامل النمو الى 60% والطفل المبتسر الى 80%. وهنا الحقيقه لازم نفرق ما بين الصفره الفسيولوجيه والصفره المرضيه. التفريق بيجي عن طريق اول حاجه امتى ظهرت الصفره. الصفره الحقيقه الصفره الفسيولوجيه بتبقى من ثالث يوم، اما في الصفره اللي هي المرضيه فبتبقى عادة بتظهر في خلال 24 ساعة. ونسبة ارتفاع نسبة البيلروبين أو في الدم بيبقى أزيد من 5 في الأطفال حديث الولادة. الصفرة الفسيولوجية هيجي لي لازم نعرف إزاي نفرقها عن الصفرة الغير فسيولوجية أو الصفرة المرضية. بنفرقها أول حاجة زي ما قلنا في الأول التوقيت ظهور الصفرة. تاني حاجة إن الصفرة بتبقى كميتها في الدم ما بتبقاش بتزيد عن 5 في اليوم، وبيبقى الطفل بيبقى معاه نسبة في الصفرة المرضية بيبقى معاه نسبة حدوث أنيميا. فدي الجوانب الأساسية في التفريق ما بين الاتنين. أحب أطمنه إن حدوث هذه الصفرة ما بتختلف تماما عن الصفرة في الكبار، يعني ما بتبقاش ليها مضاعفات شديدة لو اتخذت الأمور بجدية وبطريقة معالجة علمية، بمعنى ان احنا في التوقيت محدد لازم اول ما نحس ان الصفرة بانت على الطفل لازم نروح لأقرب متخصص في علاج الأطفال حديث الولادة، ومن هو بيقرر بقى هل هيحتاج ان احنا نحطه تحت الجهاز الضوئي. والجهاز الضوئي ده برضو بالمناسبة يختلف تماما عن اللومد النيون اللي هي بنشوفها او بنلاقيها في بعض الاطفال. الابهات او الامهات تقول لي انا ممكن احطه تحت اللمبه النيون، لا دي حاجه غيرها خالص. الصفرة الجهاز الضوئي ده معمول بترددات معينه بحيث انها تساعد على تصريف الصفرة في الدم وتقليل نسبه البيلروبين اللي موجود في الدم. اما اللومد النيون دي فلا ما لهاش اي اثر خالص. والحقيقه علاج الصفره لو كانت فسيولوجيه علاجها في منتهى السهوله، هو بس بيتحط على جهاز الضوئي، والجهاز الضوئي ده بيتحط كام يوم وبتبقى الامور ان لم تحدث مضاعفات ليها فالامور بتمر بيسر وبسلاسه شديده. الحاجه الثانيه كمان ان هو بتقدم التكنولوجي والتقدم العلمي ظهر في الحاجات في علاج الصفره كمان العلاج الضوئي باستخدام الانتنسيف فوتوثيرابي او العلاج اللي بنسميه الكبسوله. الطفل بيبقى معرض داخل جوه جهاز كل جسمه بيبقى بيتعرض عليه، ودي بتقلل من نسبه الصفره بدرجه شديده جدا وبقللت نسبه التغيير الدم، لان انتوا عارفين ان الصفره لو فضلت نسبتها خطوره الصفره انها لو نسبتها عاليه جدا ممكن تعلي تخش على الجهاز العصبي ومن خلال المخ وتؤدي الى حدوث مضاعفات في المخ واعاقه كامله للطفل عندما يكبر. فلذلك لما اكتشف الجهاز الانتنسيف فوتوثيرابي ده برضو قلل من ان الطفل يبقى يحصل له مضاعفات نتيجة لهذا الصفرة الموجودة. في قال بيتكلم كمان عن طرق العلاج. السؤال برضو فيه جزئية علاج طرق علاج الصفرة. هي علاجها زي ما احنا قلنا اللي هي الجهاز الضوئي تمام، وبنعمل فولو اب لنسبة البيلروبين نشوفها بتعلى ولا لا،
وعادة إذا كانت فسيولوجية فبتبقى أمور بتمر بسلاسة شديدة جدا. أما إذا كانت صفرة مرضية، ومن أشهر أسباب حدوث الصفرة المرضية هو عدم تطابق فصيلة الدم الأم مع الجنين، وبالتالي بيحصل تكسير في كرات الدم وزيادة نسبة البيروبين. فده اللي بنضطر ان احنا نحطه على جهاز الانتنسيف فوتوثيرابي، وده قلل لنا كتير من ان احنا نقدر ان احنا نغير الدم، قلل من نسبة تغيير الدم. الحاجة الجزئية الاخرى كمان، احنا ممكن بنستخدم اجسام المناعية اللي هي الاي في اي جي، ودي بتقلل بنسبة كبيرة جدا اذا كانت في الحالات المرضية ناتجة عن عدم تطابق فصيلة الدم ما بين الأم والجنين، بتقلل من حدوث مضاعفات، وبالتالي الطفل يبقى في صحة وما بيتعرضش لمضاعفات اللي زي ما قلنا إن هو مرور البيلروبين إلى المخ وبالتالي حدوث إعاقة. الحقيقة جالي برضو سؤال تاني عن الطفل المبتسر والمشاكل الصحية التي يتعرض لها. الطفل المبتسر، الأول لازم نعرف ما هو الطفل المبتسر. الطفل المبتسر هو الطفل الذي يقل عمره الرحمي عن 37 أسبوع. والحقيقة طالما قل العمر الرحمي عن 37 أسبوع، فلازم بيبقى في عرضة لحدوث مضاعفات أو مشاكل صحية للطفل. وبديهيا كلما قل العمر الرحمي كلما ازدادت المضاعفات. يعني طبعا الطفل اللي هو 27 أسبوع أو 28 أسبوع مش مضاعفات مش هتبقى زي الطفل الكامل النمو او اللي هو 36 اسبوع. اشهر هذه المضاعفات اللي هي عدم اكتمال نمو الرئه، لان في عند الاسبوع ال 34 بيبقى في ماده اسمها السيرفكتنت، والتي تساعد على اللزوجه في اللنج او الرئه، مما يساعد، لان الرائحة زي ما انتم عارفين بتبقى عامله زي البالونه كده، في السيرفاكتن ده بيساعد على لزوجه الرئه، وبالتالي ما يحصلش مضاعفات تنفسيه وفشل رئوي نتيجه لعدم اكتمال نمو الرئه. ده اللي بنسميه الريسبيراتور ديستريس سندروم، او المرض متلازمه التنفس في الاطفال حديث الولاده. والحقيقه متلازمه الاطفال حديث الولاده مع التقدم العلمي واكتشاف السيرفكتنت او الماده اللزجه الموجوده، بنقدر ان احنا نديها للطفل ويتحط على جهاز التنفس الصناعي لحين اكتمال نمو الرئه. دي من اشهر المضاعفات اللي هي يتعرض لها الطفل، بالاضافه الى مضاعفات اخرى لا تقل اهميه عن الريسبيراتور ديستريس سندروم. ومن هذه المضاعفات اللي هي مضاعفات التي في ابتداء لو مسكناها ابتداء من الجهاز العصبي في السي ان اس، ممكن يحصل له نوع من الهيبوكسيا او اختلال كميه الاكسجين الواصل للمخ، بالاضافه الى عدم اكتمال نمو الفيسلز او الاورده داخل المخ، ممكن تؤدي الى حدوث النزيف داخل المخ. في مضاعفات اخرى اللي هي الهايبوثيرمي، او ما نعرف باللغه العربيه ما يعرف باسم انخفاض في درجه الحراره، نظرا لان هو ما بيبقاش لسه اكتمال المراكز المسؤوله عن الحراره في الجسم، فبيقدر بيتعرض لهايبوثيرميا، ودي ليها طبعا مشاكل ومضاعفات. اختلال كذلك وظائف الحيويه من الجلوكوز او الكالسيوم او الصوديوم، كل هذه العوامل بتؤدي الى اختلال في الوظائف الحيويه للجسم. في مضاعفات تانية طبعا لا تقل اهميه، وهي ناتجه عن زي مرض اللي هو الالتهاب التناقروزي في الاطفال حديث الولاده، اللي هي الان اي سي او ما يعرف بالان اي سي. يعني ممكن ان احنا طبعا الاطفال المبتسرين ممكن بنقلل من هذه الكومبليكيشنز او المضاعفات، احنا ممكن في قبل بدايه الحمل ممكن باستخدام الكورتيكوستيرويدز او الكورتيزون قبل الولاده بثلاث ايام من الممكن ان تقلل من نسبه حدوث المضاعفات، سواء ان احنا بنقدر ان هي الكورتيزون ده بيقدر ان هو يساعد على اكتمال نمو السيرفكتنت بداخل الرئه، وبالتالي يؤدي الى اكتمال نمو الرئه، بالاضافه الى ان ممكن الكورتيزون ده يقدر ان احنا بنقلل بيه الان اي سي او الالتهاب التناقروزي في الاطفال حديث الولاده.
أطفال طبعا الأطفال المبتسرين أو زيادة نسبة الأطفال المبتسرين، السؤال بيتكلم عن طبعا في أسباب كتيرة جدا لحدوث الأطفال المبتسرين، سواء أطفال سواء أسباب في الأم أو أسباب نتيجة عوامل بالجنين نفسه، يعني سواء الأمراض اللي بتتعرض لها الأم، سواء لو هي عندها أنيميا، عندها أمراض مزمنة، عندها ولادة في مشاكل في الرحم، أو مشاكل في عندها توأم موجودة في الرحم، كل المشاكل دي بتبقى بتعرض تسمى هاي ريسك بريجننسي، وهي بتبقى تؤدي إلى حدوث الأطفال المبتسرين. وطبعا احنا عارفين نتيجة التقدم، ونتيجة التقدم ده بيؤدي في بعض الأحيان إلى سرعة الحياة، والاسترس اللي موجود في الحياة بيؤدي بالتالي إلى ده عامل ما بنقدرش نغفله في إن الأطفال زيادة نسبة الأطفال المبتسرين في الأطفال حديثي الولادة. جالي سؤال بيتكلم عن دلوقتي كيف، ده سؤال من المشاهدين اللي جاي لي دلوقتي، كيف تعرف أن الطفل يبكي ألماً؟ ده سؤال احنا هنجاوب عليه برضو، كيفية تعرف ان الطفل بيبكي ألما. الغدة الدرقية عند الأطفال حديث الولادة، برضو سؤال جه دلوقتي، الغدة الدرقية وكيفية ان انا كيفية معرفة كيفية معرفة ان الطفل يعاني من نقص هرمون الغدة الدرقية. الغدة الدرقية الحقيقة نقص الهرمون الغدة الدرقية ومضاعفاته، الحقيقة وزارة الصحة مشكورة في خلال الفترة الآونة الأخيرة أدخلت الهرمون نقص الغدة الدرقية كهرمون كمسح شامل لجميع الأطفال المولودون حديثا، ودي خطوة كويسة جدا وقللت إلى حدوث مضاعفات من مرض الغدة الدرقية. ونأمل الحقيقة كمان إن هذا المسح يكتمل في بقية الأمراض اللي هي بتؤدي إلى حدوث إعاقة ذهنية. طبعا كلمة مسح دي بتتعمل لما يبقى فيه مشكلة موجودة في المجتمع وبتؤرق المجتمع، ومن الممكن تفادي هذه المشكلة، وعلاجها يكون سهل ومتوفر ورخيص. ولذلك أنا العلاج بالنسبة للغدة الدرقية يعني ينطبق على جميع هذه الشروط. الغدة الدرقية دي طبعا نقص الغدة الدرقية بنقدر نعرفه ابتداء من أسبابه، طبعا يا إما أسباب في الغدة نفسها اللي موجودة يا مولود بيها، أو نقص في هرمون المفرز اللي هو هرمون الثيروكسين المفرز من الغدة الدرقية. هنعرفه إزاي؟ نعرفه طبعا سواء كلينيكيا أو عن طريق التحاليل. التحاليل طبعا التي دخلتها وزارة الصحة يعني أسهمت بدور كبير وفعال في نقص هذه أو تراجع هذه المشكلة. إنما لما نيجي نتكلم على الكلينيكال أو في الفحص الكلينيكي كيفية معرفة أن الطفل يعاني من نقص هرمون الغدة الدرقية، ففي أسباب كتيرة جدا أو أعراض كتيرة، من ضمنها إن الأم بتشتكي إن الصفرة استمرت لفترة طويلة جدا، وإن الطفل فيه خملان أو ما بيبقاش ما يعاني من كسل في الرضاعة، عنده انتفاخ دائم في البطن، عنده في حاجة اسمها أمبلايكال هيرنيا، أو في نتيجة تمدد البطن في بيحصل في أمبلايكال هيرنيا، أو بنسميها اللي هي أمبلايكال هيرنيا. في أجزاء أخرى اللي هي بنقدر نقول في أو في أعراض أخرى مسببة من المرض نقص هرمون الغدة الدرقية، من ضمن هذه الأعراض هي الكسل زي ما قلنا، ونلاقي برضو في نوع تاني من أمراض من الأعراض المسببة ليها، وهي الانبعاث أو تمدد في الشرايين، بيؤدي بالتالي إلى أن الطفل ما بيبقاش قادر أن هو ياخد الرضعة الكاملة. في سؤال تاني جالي، كيفية الاهتمام بصحة المولود؟ الحقيقة ده موضوع مهم جدا، هو اهتمام بصحة المولود أو
والدول المتقدمة جميعها بتركز تركيز كامل على كيفية الاعتناء بصحة المولود، لأن ده بيعتبر ثروة قومية ولابد من استثمارها. وصحة المولود بتبدأ من قبل حتى الجواز، يعني الأم لازم تهتم بالصحة بتاعتها بشكل جيد، وبالتغذية السليمة الجيدة، حتى تستطيع أن تقوم بعد أنها تخش في دور الأمومة، تستطيع أن تجعل الطفل في صحة جيدة. نهتم بها إزاي؟ أول حاجة أن هي الفحص ما قبل الزواج، الفحص ما قبل، دي أول حاجة. تاني حاجة بنبتدي بقى بعد الفحص ما بعد الزواج، نقدر ان احنا نقول عند حدوث الحمل لابد انها متابعة عند دكتور النساء والتوليد، متابعة دورية، علشان تقدر ان هي تعرف طبيب النساء والولادة بيحدد التحاليل والفحوصات اللي هي من شأنها ان هي تقدر تجعل الطفل في صحة جيدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بياخد التاريخ المرضي والتاريخ الوراثي اذا كان في اي امراض وراثية موجودة، ومن شأنه ان هي تقدر ان هي تؤثر على الصحة الانجابية من بعد ذلك. الحاجة التانية والمهمة انها الاهتمام بقى بالصحة من بعد الولادة. يعني ده احنا اتكلمنا على الجزء ان هي قبل الولادة، والجزء بقى اللي هو بعد الولادة. الجزء بعد الولادة انت هي لازم تبقى تهتم بالرضعات، وتهتم بالتغذية السليمة، وتهتم بانها تقدر ان هي تدي الطفل الفيتامينات في وقتها والرضعات في وقتها، بحيث ان الطفل يقدر يكون في صحة جيدة، ويبقى بالتالي يستفيد منه المجتمع وينشأ في صحة جيدة. وانا لما قلت الاهتمام من قبل الولادة والاهتمام بالفحوصات اللي في الصحة الانجابية، ده مهم ليه بقى؟ لان في بعض الامراض الوراثية التي من شأنها انها تجعل في اعاقة، سواء اعاقة ذهنية او اعاقة حركية. وفي يعني بمعنى ان متابعة مع دكتور النساء والتوليد من شأنه هو من اثناء الفحوصات بتاعته، او من اثناء السونار او الاشاعات اللي بتتعمل، بيبان بعض الحاجات اللي هي من ممكن تداركها قبل الولاده. وفي الدور المتقدمه في حاجه اللي هو طب الجنين، والطب الجنين ده من احد الفروع المهتمه بصحه الطفل، لان هو بيقدر ان هو يستبق او يحدد الامراض التي من شأنها ممكن نعالجها من خلال الفيتال ثيرابي، او من خلال العلاج الجنيني. يعني في امراض كثيره جدا، او سواء جراحيه او امراض، سواء جراحيه او امراض يعني عاديه جدا، من الممكن انها تتعالج، سواء انيميا، سواء في جراحات زي فتق الحجاب الحاجز، زي انسداد في الامعاء. كل الكلام ده من الممكن من خلال الفيتر ثيرابي ان هو ممكن هو ينهي. بعد الولاده زي ما اتفقنا ان هي تقدر ان هي تنظم رضاعة الطفل، تنظم كل ما يختص بصحة الطفل، بحيث ان هو يقدر ان هو يبقى مفيد للمجتمع. جاي سؤال تاني، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. كان عندي يا دكتور مشكلة كنت عايز اعرضها على حضرتك يا دكتور. اتفضل. انا ابني يا دكتور بيعاني، هو عنده 3 سنين عامة. أيوة. ماشي. هو بيعاني بس من كحة مزمنة، يعني كحة ناشفة. أيوة. بقاله فترة، يعني بقاله فترة اكتر من شهرين يعني على الموضوع دوت. ماشي. أيوة. كشفت عليه كذا مرة. أيوة. تمام. والكحة بتقل لكن هي عنده يعني مستمرة. ما أيوة. ما فيش اي جديد فيها. هو عنده 3 سنين. طيب في اي امراض وراثية عند يعني في حد بيدخن الاول في حد بيدخن في البيت الاول؟ إيه لا مفيش حد بيده. وهي جات له كم مره بكوحه دي؟ هي بقى لها فتره عنده. بقى لها فتره عنده. اه. طيب في معاها مصاحب في ارتفاع في درجه الحراره ولا؟ هو كان في الاول يا دكتور مثلا في ارتفاع درجه حراره، لكن دلوقتي مفيش، لكن الكحه مستمره وكحه ناشفه. طيب حاضر. ماشي يا دكتور، شكرا. طبعا الكحه او دي من الكحه دي من اشهر الاعراض التي بتواجهنا في العيادات او في المستشفيات، الكحه، كحه الطفل.
الكحه طبعا احنا بن الكحه ده انا بنعتبره جميعا ان في كحه بتبقى ناتجه عن مرض او سواء في الجهاز التنفسي، وفي بعض انواع من الكحه اللي هي بتبقى ناتجه عن او طبيعيه يعني مش مستمره، وما بيصاحبهاش ارتفاع في درجه الحراره، ما بيصاحبهاش سرعه في التنفس، ما بيصاحبهاش زرقان، كل يعني بتبقى اشهر اعراض او اشهر لو هي بقالها دلوقتي زي ما انت بتقول بقالها شهرين، فدي ممكن بتبقى عنده التهاب في الشعب الهوائيه، سواء التهاب في الشعب الهوائيه ده نتيجه لتعرضه الى فيروسات او نتيجه للمسببات اللي بتعمل الحساسيه وهي اللي بتؤدي الى حدوث الكحه دي. طبعا لابد ان احنا الفحص الاكلينيكي علشان خاطر نعرف هل يعني نسمع صدره، نعرف هل مصاحبها في اي اصوات مصاحبه للحدوث الكحه ولا لا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن اذا ما تبينش من الفحص الاكلينيكي بنضطر ان احنا نعمل اشعه على الصدر عشان نقدر ان احنا نبين اذا كانت في اي مسببات نرجع للكحه، سواء التهاب رئوي سواء، بس هو بيقول ما هو ما فيهوش حراره يبقى مش هيبقى فيه التهاب، لكن في اغلب في الغالب ان هي الكحه دي ناتجه عن الحساسيه او التهاب في الشعب الهوائيه، ودي بتحتاج انها تاخد موسعات للشعب الهوائيه. وطالما مفيش احنا من الحاجات اللي دايما الشائعه ان هو اي حد بيكح لازم ياخد مضاد حيوي، وده خطا شائع، لابد ان احنا نقلل من استخدام المضادات الحيويه في اي وقت وباي كميه، ولابد ان تكون تحت اشراف طبيب حتى لا يحدث الريزيستنت او يحدث الحاجات اللي هي زي ما بنقول عليها اللي هي الميكروب، بعد كده لو جاله ميكروب مش هيقدر بعد كده ان هو يستجيب لاي مضاد حيوي بعد كده. طيب احنا فاصل وهنواصل بعد كده ان شاء الله. اوكي طيب نواصل مع بعض المشاهد اصدقائي واصحابي المشاهدين. جالي برضو سؤال دلوقتي عن ابني يعاني من الام في البطن متكرره اكثر من مره والمرض ما زال مستمر. الحقيقه هي السؤال اللي جاي عن الم في البطن وما قالتش سنه قد ايه او ايه الحاجات المصاحبه، لان هو الام البطن دي من الاعراض الشائعه جدا في الاطفال، ولابد ان احنا نبقى كلمه الام في البطن بس لازم، لان الطفل ما بيقدرش يحدد بالظبط ايه الحاجات المصاحبه، فاحنا لابد ان احنا الام تقول لنا هيستوري او تاريخ كامل عن السن قد ايه، لان كل سن بيفرق عن التاني. ولكن خلينا نقول ان اذا افترضنا جدلا ان هو في طفل رضيع او لسه في الاطفال حديث الولاده، الطفل بيعاني من الالم بنعرفها من ان الصراخ مستمر مع ان الرجلين بتبقى منقبضه على اتجاه البطن، ولازم في الحاله عشان نفرق برضو من الالم ونفرق ما بين ان هو مثلا عايز جعان او في صراخ الالم بيختلف عن صراخ الجوع. صراخ الجوع انك انت اول ما بيبتدي ياكل او يرضع يبتدي يسكت، صراخ الالم مهما اديته رضاعه او مديته اي اكل ما بيرضاش برضو بيستمر الصراخ، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان لازم نعرف اذا كان من اشهر الحاجات في الاطفال حديث الولاده الالم، لو كان البامبرز او الدايبر بتاعه بيبقى، ودي خطا شائع دايما بنخليه موجود بيه، وده بيسبب التسلخات ودي بتبقى شديده الالم، يعني الطفل بيعاني منها لان هو احتكاك البول الحمضي مع الجلد بيسبب الام شديده جدا. فدي من الحاجات برضو اللي لازم نهتم بيها، ان احنا ما نسيبش الدايبر موجود بيبقى فيها جواها سواء بول او حاجه من الحاجات دي لانها بتخليه في بعض الاحيان الطفل بيبقى مثلا عايز صراخه ان هو بس ان هو عايز يخلي حد يشيله، ودي نقطه مهمه جدا، وبانصح ان احنا لازم ان احنا نتجنب المسلك ده، لان المسلك ده بيؤدي في التالي ان الطفل على طول كل ما هيعيط حد لازم هيبقى حد يشيله، وده بيفرق عن الالم. الالم بيبقى حاجه بيبقى زي ما قلنا الالم بيبقى الطفل بيبقى
رجله بتبقى منقبضه على بطنه، بتبقى متمدده على بطنه وصراخ مستمر فيها. اذا جينا للاطفال الاكبر او الاطفال الكبار، طبعا بيقدر يحدد مكان الالم وبيحدد ايه اللي هو اللي وجعه، ولكن انا الحقيقه مش السؤال مش موضح برضو الالم ده بيبقى شكله ايه، هل بيجي مثلا بعد الاكل ولا لا، لان في بعض الحاجات بتبقى ناتجه عن المعده، بيبقى فيه مثلا عنده حاجات في البيبتيك ألسر او جاسترايتس اللي هو التهاب في المعده ممكن تسبب الم. هل هو الالم معاه ارتفاع في درجه الحراره ولا لا، لانه اذا كان عنده التهاب حتى في الحلق من الممكن ان هو حدوث وحراره، ممكن بيبقى الالم في البطن. ففي في حاجات كتيره جدا بتؤدي لحدوث الالم في البطن، وزي ما قلنا سواء في المعده سواء من اول الجهاز الهضمي من فوق من اول الحلق، ولو نزلنا عند البطن في المعده ممكن لو في حصوات موجوده في اي مكان موجود سواء في اليوريتر اللي هو حالب او في المراره او في اي جزء من الجهاز فكل الحاجات دي بالتالي بتؤدي الى حدوث الالم. فانا الحقيقه في سؤال تاني جالي عشان وقت البرنامج، في ارتفاع في درجة الحرارة. ارتفاع في درجة الحرارة في الأطفال طبعا لازم نحدد أي سن برضو، لأن في كل سن وله أسبابه في ارتفاع درجة الحرارة، ولكن هنقول في السن اللي هو ما بعد الأطفال حديث الولادة ارتفاع نسبة الحرارة غالبا بيبقى من معظم أو 80% من الأسباب نتيجة التهابات موجودة سواء في الحلق سواء في الصدر سواء في الأذن الوسطى أو النزلات المعوية. دي من أشهر الأسباب اللي بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي بتبقى تخلي ارتفاع درجة الحرارة في هذا السن. في السن الأقل اللي هو السن الأطفال اللي هو يمكن في الإنفنسي أو من بعد 6 أشهر بيبتدي يحصل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نتيجة مثلا التسنين أو نتيجة وجود بعض الأذن الوسطى. دي من الحاجات اللي بتخلي دي الحقيقة لازم برضو نحن نعرف ونحدد ما ارتفاع درجة الحرارة. برضو مقياس الحرارة بيبقى فيه سواء بيتاخد بقياس يا إما بالبق يا إما تحت الباط يا إما من الشرجي، وبالشرجي ده بيبقى بنقص طبعا نص في الـ في الـ في الـ في الـ تحت الباط بنزود نص. فارتفاع درجة الحرارة هل هي درجة الحرارة؟ برضو لازم من الحاجات اللي لازم نحددها. ارتفاع أزيد من 38 فأزيد من 38 أو 39، كل حاجة من الحاجات دي بتبقى نتيجة لارتفاع يا إما نتيجة العدوى البكتيرية أو العدوى الفيروسية. في الختام أحب أن أشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم ومشاهدتهم، ونتمنى لهم جميعا الصحة والسعادة إن شاء الله.